وبما ان احنا في اجواء عيد الحب وفي شهر الحب في الحياه، احنا لما بنشوف حاجه فيها حب الواحد بيتبت فيها، يعني بيبقى عايز يقول يا جماعه ما في نماذج حلوه هي حوالين، ما الدنيا لسه بخير، ما الناس لسه بتحب بعض، امسك الخشب يعني، ما الناس لسه بتقول انها بتحب ومش بتخاف من الحسد ولا بتحط صور دباديب وميكي ماوس على وشوشها وشوش اللي بيحبوهم وهم بيشيروا الصور علشان خايفين عليهم من الحسد. والحب معدي، فبما ان احنا عندنا هذه التجربة الجميلة اللي موجودة على السوشيال ميديا واللي باين انها معمولة مش علشان بحثا عن الترند والترافيك وان الناس تشوف اكتر، باين عليها يعني طالع منها اجواء الحب الصادقة المخلصة، عشان كده حبينا يكونوا موجودين معانا، علشان زي ما بقولك كده الحب معدي، بما ان احنا بنحتفل بالحب وفي هذه الاجواء اجواء عيد الحب. كل سنة وكلنا طيبين، منورنا ومشرفنا النجم طبعا الممثل والكاتب كمان محمد مهران. منور يا محمد، اهلا بيك معانا ومنورنا. ربنا يخليك حبيبي. ومعانا كمان زوجتك الجميله المخرجه مي عبد الحفيظ. ازيك يا مي؟ شكرا. ثانك يو. عامله ايه يا حبيبتي؟ كله تمام؟ كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. دايما سعداء ومبسوطين. شكرا جدا. شكرا. الناس لما بقت تشوف النوع ده من الفيديوهات يقول لك ايه يعني، يا سلام، وهم يعني مطلعين علينا الحاجات دي، ما اكيد طبعا عشان الناس تتفرج ويبقوا ترند بس الحقيقه ما حسيتش كده خالص، يعني حسيت ان انتوا عاملين ده عشان انتوا بتحبوا بعض بجد ومبسوطين ومش باصين. الله اكبر، ربنا يسعدكم. الله يخليك. واحنا حابين نعمل ده دلوقتي يعني ونشيره دلوقتي. الناس بتقول لكم كده ساعات بتصدمكم، بالرغم ان انتوا يا حبايبي يعني المفروض يعني عاملين حاجه لطيفه يعني نشكركم عليها. الحمد لله. هو الناس القريبين مننا بيفرحوا لينا يعني لو بيشوفونا مع بعض مبسوطين، سواء سوشيال ميديا او في الحياه، بس انا نفسي ما بتهمنيش قوي فكره على السوشيال ميديا احنا عاملين ازاي او طالعين ازاي، المهم احنا في الحياه مع بعض. صحيح. احنا مرتاحين ومبسوطين. المومنت مثلا اللي احنا بنعمل لها شير او كده بتبقى لمناسبات، عيد حب، عيد ميلادها، يعني مش عمال على بطال يعني. لا ابدا، لا بتبقى بخصوص مناسبه معينه. بس انت ما بتفوتش مناسبه او عيد ميلاد لمي غير لما بتطلع لها كلام حلو كده ورومانسي. والله بيبقى طالع من القلب والله، يعني عشان دي بتبقى ذكرى يعني ان احنا نقعد نفتكرها طول الوقت، نقول احنا كنا في العيد ميلاد ده كنا هنا او في اللحظه دي كنا هنا. حتى مثلا لما بسافر اصور بره مصر مي بتبقى معايا، انا ببقى مبسوط وهي معايا. يعني هي ده ايه، ده قرارك ولا قراره؟ قراري انا، قراري انك تروحي معايا. بجد؟ يعني مي بتكملني في حاجات كتير وبحمد ربنا على وجودها في حياتي، يعني ربنا يخليها والله. يعني انتوا من يوم ما اتعرفتوا وهو بيروح اللوكيشن في مصر برضو بتيجي تبقى موجوده معاك؟ لا اللوكيشن لا، انا بقعد حايل عليها. يعني لو ببقى فاضيه بحاول ان انا اكون معاه، بس ببقى معظم الوقت بصور فما ببقاش عارفه ان انا اكون معاه. بس لو بره مصر مثلا ببقى عندي وقت اقف، ممكن اسافر وارجع تاني، لو في ممكن ارجع له تاني وارجع تاني القاهره اصور كده. يعني وجودها بيفرق في ايه؟ وجودها بيفرق. يعني بتحس بايه وهي موجوده؟ بحس ان في سفر بره يعني وانت بتصور بره. انا مش بعرف اغيب عن البيت كتير او عن اهلي كتير فترات كبيره قوي، يعني مي وزين ابننا ربنا يحفظهم. ليه لي بقينا ناخد زين برضو وانت مسافر بتصور بره؟ اوقات بس عشان النيرسري بتاعته بس لا هم بيكملوني في حاجات كتير. يعني فكره ان انت بقيت جوه اسره وبقيت مشاعرك مرتبطه بناس تانية. فرحتك يعني انا مش بعرف افرح قوي باي حاجه غير وهم موجودين جنبي. حتى لما بتضايق مش بعرف افكر لوحدي غير وهم موجودين معايا. فالحمد لله بحمد ربنا على وجودها في حياتي، وبحمد ربنا ان انا لقيت انسانه بتعرف تكمل لي حاجات هي ما كانتش كامله قوي عندي. يعني الله 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 الله. قوليلي مش بعرف اقول بقى الكلام اللي محمد بيعرف يقوله ده. انا بعرف اعبر اكتر افعال كلام. يعني محمد هو الرومانسي اللي في الحكايه، مهران بيعرف يعبر اكتر بالكلام وبالافعال. والله والافعال طبعا فنان بقى بالظبط. الافعال اكيد، بس انت بتعبري بالفعل يعني ما بتعرفيش تقعدي تقولي كلام حلو؟ ساعات. طب انت بتبقى عايزه ايه اكتر، الكلام الحلو اكتر ولا الافعال؟ بتهمني الافعال اكتر والله. يعني الكلام حلو ان احنا نعرف نعبر لبعض احنا حاسين بايه،
سواء مشاعر كويسة أو مشاعر متلخبطة أو أي حاجة، بس المهم نفهم بعض. بس الأفعال مهمة يعني. ايه الافعال اللي بتعمليها يا استاذ؟ احكي لنا. يعني مثلا في شغله بذاكر شغله كويس قوي، ممكن اقعد افرغ الشغل بتاعه كله سين باي سين. في الحياة بقى بحاول اركز في كل تفاصيله، في لبسه، في ده مرهق قوي يعني، انك لا لا تجيبي بتبذل السكريبت مجهود وتفرغيه صعب يعني بصراحة. قولي بعض كلام حب اسهل. بس طبعا بحبه، ما بقدرش يعني، اكيد بحبه، بحب اعمل اي حاجة هو يكون فيها. انتوا تعرفوا بعض بقالكم كام سنة؟ نعرف بعض من 2016، واتجوزتوا امتى؟ 19 2019 2019 اتخطبنا ابتديتوا اصدقاء اخوات. اخوات كمان؟ اصدقاء اخوات، كنا بنقول على ازاي؟ بعض اخوات. احنا لا تعرفنا على بعض في مسلسل المغني مع كينج محمد منير، كانت هي طبعا مساعد مخرج وانا كنت ممثل، وبدأت علاقتنا بصداقة استمرت سنتين او 3 سنين ثلاث تقريبا، سنين 3 سنين تقريبا. في خلال الفترة دي كنا صحاب صحاب، مش محتاجين ان احنا نتجمل او نكدب على بعض في اي حاجة عشان نقرب من بعض يعني، فصحاب، فبتقولوا صحاب لبعض كل كل حاجة. حاجة. ما بالظبط. بعد وقت اكتشفنا بقى ان طب ايه ده، طب ما العلاقة دي ممكن تتطور او ممكن تاخد ستيب تانية يعني. يا دي صورة من المغني مش كده؟ أول ما عرفتوا بعض مع الكينج لا محمد؟ لا دي لا، دي بعد مؤخرا زين، ده كان عيد ميلاد هو ده زين ابنك اللي معاكوا ده؟ بالظبط. أنا مش واخدة ده بالي، ده كان في بعدها بقى بعد ما اتجوزتوا وخلفتوا. ده كان في عيد ميلاد عيد زين، ميلاد زين 3 سنين عملناه في بيت كينج محمد منير. هو طلب، قال لي ده يا حفيدي ما ينفعش. يا حبيبي محمد منير ربنا يديله يعني، الصحة يا عشان رب. هو كان ربنا يديله شاهد بقى الصحة على يا رب. كل الموضوع من الأول. هو دايما كان يقول أنتوا لازم تتجوزوا. يا يعني هو اللي تنبأ لكم؟ واحنا ما كناش جدا. واخدين بالنا. هو كمان كان بيقربنا قوي من بعض يعني، احنا انا ومهران اكتر وقت قربنا فيه من بعض. يعني احنا كنا بنصور المغني في القاهره وبعدين سافرنا اسوان، فكنا بنصور في بيت محمد منير، فهو دايما كان بيقول لنا لا خليكم انتوا معايا، هتاكلوا معايا، تقعدوا معايا. فهو قربني برضو من مهران اكتر يعني، احنا وعلاقة بنتعامل مع بعض في الشغل. ف والصداقه، الحب اللي اساسه صداقه، ده حب متين احلى يعني. حاجه بحس، لان عشان بداياته احلى، صح. بداياته احلى بكتير يعني. بحس ان لو لا وبيبقى واضح جدا يعني، مفيش قوي حاجه بقى، بتتوه على ما بعض فيش قوي، احلى من كل ده. حاجه لا بتبقى واضحه قوي. لا، مش بنزوق الكلام ولا صحيح. بنزوق شخصياتنا عشان نقول ان احنا جمال. طب الحب بقى اللي بيجي بعد الصداقه، بتقدروا تحافظوا على الصداقه بعد الحب، ولا لا الحب بقى ليه معايير تانية، حكايه تانية تتحكي؟ بحس ان الموضوع بيبقى اقوى يعني، بحس ان هو بيبقى اقوى اكتر، ان احنا ما فيش، احنا اوريدي عارفين كل حاجه عن بعض، ما فيش اي حاجه كنا بنخبيها عن بعض واحنا صحاب اصلا. فبحس بقى بعد الحب بقى اللي هو احساس حلو ان انتي يبقى جوزك ماي بيست فريند، احساس صحيح. حلو طبعا، بنعرف نتكلم جدا كصحاب نعرف نتكلم كصحاب يعني، جدا. انتوا مكملين صحوبيه طبعا لسه صحاب زي ما انتوا؟ الحمد طبعا لله انا بقول الحمد له لله. ساعات نفسي كده، انا دلوقتي صاحبتك مش مراتك، وهو نفس الكلام. بنقدر نعمل ده الحمد لله بس يعني. في كتير ناس كانوا صحاب وبعدين اكتشفوا ان هم بيحبوا بعض، وبعد الحب بتبقى الصحوبيه بقى صعبه يعني، يخاف تغير، يخاف تزعل يعني. ما انا ما اقدرش اقول لها كل حاجه، ما هي برضو مراتي يعني مش صاحبتي بس. لا فساعات بتبقى لا، الحمد لله احنا لسه محافظين على دي، الحمد لله طبعا. واهم، وبشوف يعني الحب شيء جميل وشيء رائع طبعا واهم حاجة تخلي العلاقة تكمل، بس بتبقى في الاحترام موجود، فالحمد لله الاحترام مني ليها ومنها ليا، ده الحمد لله موجود. الحمد لله. طب خلينا نروح لفاصل، بعد الفاصل نرجع لسه مكملين معاكم. محمد مهران او ميكس زي ما انتي مسمياه، انت قلتي لي هو ميكس لانه ميكس حاجات كتير ده جدا، حقيقي. وزوجته الجميله المخرجه مي عبد الحفيظ بعد هذا الفاصل. شكرا. جديد اهلا بحضراتكم. بما ان احنا في اجواء حب واجواء عيد الحب وشهر الحب، فاحنا بنمسك في اي حاجه فيها حب وفي التجارب الحلوه اللي مش خايفه من الحسد ومش خايفه من كلام الناس وما بتدورش على الترند. منورنا الفنان الجميل الممثل والكاتب محمد مهران، اهلا بيكم. زوجته الجميله المخرجه مي عبد الحفيظ منورنا، ومتابعينكم على السوشيال ميديا وانتم بتحبوا بعض، وانت في كل عيد ميلاد
بتطلع تقول كلام حلو، اللي ما فوتش عيد ميلاد من يوم ما عرفتها لا. او من يوم ما اتجوزته. لا لا والله، حتى قبل، والله حتى قبل ما في اوقات كده من غير مناسبه تكتب لها حاجات. اوقات لو حاسس حاجه في وقت معين بعمل ده. طب انتي بتعملي كده طبعا برضو، بتكتبي له حاجات لو ما كتبتش في مره تزعل منها؟ لا 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 خالص والله. طب انتوا امتى تزعلوا من بعض او تقفشوا على بعض؟ لو في سوء تفاهم في اشياء، وده وارد يحصل في اي علاقه، بناخد وقت عقبال ما بنوصل ان احنا نفهم بعض. طب بتحلوها ازاي؟ بس حاسه ان الكلام ده كان ممكن اول الجواز شويه. يعني بعد، احنا داخلين في السنه الخامسه ان شاء الله، فلا بعد يعني مثلا من السنه الثالثه ابتدينا ما يبقاش فيه سوء التفاهم ده، خلاص بقى فهمنا بعض، فهمنا بعض أكتر. اكتر طبعا. طب بعد الخلفه بقى؟ لانه دايما الرجاله بتشتكي تقول لك ايه، ما خلاص بقى راحت عليا، ابنها خد كل الوقت والاهتمام والرعايه. بعد بعد زين، الشكل علاقتكم اتغير؟ بقت احلى. متأحلى ان شاء الله. متأحلى جدا. كانت صعبه طبعا اول سنه عشان ما فيش نوم خالص، بس لا هي كانت بقت احلى طبعا. ازاي يعني زين حل الدنيا ازاي؟ في حاجه كومن ما بيننا في كل التفاصيل. وبعدين مهران برضو صراحه مش الراجل اللي هو مش بيساعد، مش بيساعدني دايما مع زين، هو يشيل انا اعمل حاجه، يعني احنا ده اللي بينا. مش بتشارك يعني في كل حاجه البيت، كل حاجه البيت. كل حاجه من هو عنده يوم يعني. لا زين ما فيش كل حاجه تفصيله ما شاركتش فيها. مهران قبل ما نجيب زين وهو انا لسه حامل كان بيقول لي انا مش عارف ازاي انا ممكن اغير بامبرز، وبتغير وكات بتغير له. مهران بيغير اشطر مني، وبتعمل له الببرونه وكل كل زين حاجة. اول ست شهور في الحياه ما كانتش مي بتعرف تديله شاور. كنتش اقدر. انا اللي كنت بخاف امسكه. انا اللي كنت بديله. طب شاور. لو هي عندها شغل تقعد انت بزين وتشوف تفاصيل البيت؟ لو وقت يسمح ووقت فاضي وما عنديش شغل طبعا بقول لها هاتي زين، ده اسعد لحظات حياتي بقى. طبعا طبعا مفيش غنى عنهم طبعا. مامتها طبعا ربنا يبارك لها يعني، ساعدتنا كتير هي وندى اختها كمان. ربنا يخلي لكم العيله يعني، من غيرهم الحقيقه نتعب. طب انتوا بقى ما بتقلقوش تنزروا تتحسدوا؟ انتوا عارفين في ناس يقول لك لا 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 مش هنزل حاجه، كل ما انزل حاجه اتخانق، كل ما انزل حاجه يحصل حاجه. احنا بنحمد ربنا والله طول الوقت. هو الحسد مذكور في القران طبعا، بس مهم انك تنشر طاقه ايجابيه للناس. ده انا بشوف ده شيء مهم، ان انت طول الوقت لو بتطلع طاقه ايجابيه للناس هتستقبل ده، لكن لو بتطلع سلبيات طول الوقت الدايره هتلف عليك وهتستقبل سلبيات. فما بحبش انشر اي شيء سلبي في الحياه يعني، مش مستحب عندي ولا عند مي. بنحاول دايما نقول للناس انبسطوا او تفائلوا او ان شاء الله بكره يبقى احسن من النهارده. صحيح. انت ليه مسميها ميكس؟ عشان هو ميكس. انا شايفاه خجول جدا يعني، بالرغم انه هو يعني ممثل وممثل بقاله سنين طويله وبيكتب، بس شايفاك مكسوف كده بأحرك في البرامج بجد. لا احكي لنا عن الميكس ده. طب الميكس ده ما بيتعبكيش يعني انه كذا شخصيه في بعض؟ لا في الاول بالعكس كانت حاجه يعني شايفاها ان هو ميكس في كل حاجه. انا بحسه صاحبي، جوزي، اخويا الكبير، كل التفاصيل بحسه ابني. بحس في تفاصيل كتير قوي هو ميكس فيها. كمان الكاركتر بتاعته يعني مهران مره ممكن يتجنن، مره يبقى هادي جدا، مره يبقى متكلم. لا لا تور تور مش جوزه خالص. فمرة يكون هادي يعني، ما فيش، مش بحس، هو بحسه ميكس، فمش عارفة أقول إيه بالظبط، بس هو ميكس بالنسبة لي يعني. طب أميز حاجة في مهران إيه؟ أميز حاجة فيه حنيته، في شخصيته حنيته، دي أكتر حاجة بحبها فيه. طب ومي؟ مي طيبتها طيبة يعني. مي من الشخصيات اللي أنا بشوفها في الحياة شخصية طيبة، مش شخصية بتشوف الناس بالمساوئ بتاعتها، دايما بتشوف الناس ايه الجميل فيها الاول. طيب ده اختبار بقى للحب. ماشي. هسالكم شويه اسئله ليك يا محمد. اوكي. اكتر لون مي بتحبه؟ اسود. باين الاسود. ما فكرش، شاور على اللي بيسال لك اسود. طبعا. مظبوط؟ مظبوط. اكتر اكله مي بتحبها؟ مي بتميل لاي اكل جريلد او مشوي يعني، ده اكتر اكل هي بتحبه. صح. اول ميعاد بينكم، ميعاد بقى غرامي مش ميعاد بقى اخوه وصداقه، مي كانت لابسه الوان ايه؟
ميعاد غرامي. ميعاد غرامي في البيت. انا يعني احنا كنا اصدقاء انا وعيلتها كمان. فبتزوروا بعض في البيت. ايوه طبعا. فما فيش ميعاد غرامي يعني، انا كنت بزورهم في البيت واحنا صحاب يعني، اخوها صاحبي، باباها صديقي، مامتها حبيبتي، يعني كان في علاقة الصداقة دي ان انا اقدر ازورهم في البيت ونقعد مع بعض نتفرج طب على افلام. اول لما جيت تقول لها بحبك، فاكر كانت لابسه ايه؟ كنت لابسه لبس الجيم. لبس الجيم. ما بتجاوبيش، خليه كانت هو لابسه لبس يجاوب. الجيم. كنا قدام الجيم قلت طيب لها طمني. صاحبه مي الانتيم اسمها ايه؟ صاحبه مي الانتيم اختها ندى. ندى بيجاوب اختها صح؟ صح. دي اقرب اوعي صاحبه تتفطري ليا. عليه. لا 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 صح لا قولي والله. ولا لو غلط. مي دفعه سنه كام؟ مي زي 11 2011 2011. 2011 انتوا صغيرين. الله يخليك. أول مرة سافرت فيها بره مصر كانت فين؟ لبنان مع باباها هتذاكر. ومامتها. جدة مي اسمها ايه؟ جدة مي من لوالدتها ولوالدها. والدتها لطيفة، شاطر. والدها ركز. مش فاكر. فاكرة؟ مش فاكر. ايوه طبعا ايه؟ فاكرة. مش مي فاكر. نفسها ممكن تبقاش فاكرة. فاكرة انت؟ بس لطيفة مظبوط. لطيفة. لطيفة مظبوط صح. بس خلاص مامة مش باباكي هنزنقك ايه؟ أكتر من كده. ماشي. أول هدية جابتها لك مي؟ أول هدية مي جابتها لي واحنا أصحاب ولا واحنا متجوزين؟ وأنت أصحاب إيه وأنتوا متجوزين إيه؟ أنا فاكرة واحنا أصحاب بس مش هقولها. شوف فاكر ولا لأ. واحنا صحاب. أنا أول هدية جبتها لك بورد، وايت صح بورد. صح، صح. وايت بورد. كان وايت بورد عشان تكتب عليها أغشش حاجة صغيرة. ايه؟ إيه؟ مش أنا اللي اديتها لك. لا افتكر. انا جبتها لك مامتي اللي اديتها لك، راحت لك البيت واديتها انا لك. جبت لك ميداليه من برشلونه. صح. صح، واحنا اصحاب. ده اللي انا فاكره. جبت لك شوكليت برافو والله، وميداليه والله من برافو برشلونه. عليك. طب اكتر مغني بتحبه مي ايه؟ منير، محمد منير. طب استني بقى، تستني. محمد ايوه ايوه عمل دور في مسلسل ذات سنة 2013 صح صح؟ صح كان اسمه ايه؟ امجد. صح. وكان الدور ايه؟ كان دور تفتكري؟ كان دور ابن نيلي كريم. صح. اوه صح. طيب مسلسل رمضان كريم محمد كان موجود فيه برضو، كان عامل شخصية ايه؟ بحب قوي الدور ده. اسمه ايه؟ حسين. صح. صح. فعلا كان دور فعلا متميز جدا. قوليلنا اسم حد من اصحاب محمد، من اصحابه القدام. القدام هو في عنده كذا صاحب بس. قوليلنا. سمير حجازي. دكتور احمد. دكتور احمد سمير بس هو في السعوديه دلوقتي. ومحمود محمود حجازي حجازي. ممثل دفعتي طب واخويا. انت حضرتك بتجاوب لي، هي المفروض نختبرها. انا جاوبت. انا اللي جاوبت. صح. اكتر فيلم محمد بيحبه؟ اكتر فيلم محمد بيحبه ذا بشوف. جاد فادر. جاد فادر. ده بشوفه 60 يعني كل سنه لازم مع اشوفه انه فيلم تلاته. طويل يعني. شوفه كتير. الثلاثيه كلها. بحبها جدا شوفه كتير جدا قوي. كتير قوي يعني. اكتر بتزهقي؟ قوي. ولا بحبه بتزهق؟ بس لا والله بزهق. بتزهق. يعني بقول له كفايه بتسقطي. يعني، مش كل سنه. مش لازم كل سنه يبقى موجود في البيت راكور. طب اكله، اكتر اكله محمد بيحبها؟ اي حاجه فيها بتنجان. ايه حاجه غريبه جدا ما باي بتتحبش شكل من بسهوله. الاشكال. اي بتنجان. اي بتنجان. طب تفتكري اسم مدرسته في ثانوي ايه؟ صعبة دي. صعبة قوي. فاكر انت يا محمد؟ انا عارفة ان هي في المانيال عشان كانت جنب في المانيال. جنب المستشفى اللي ولدت فيها. ايوه. بس مش هو ده بس معلوماتي. بصراحة مش فاكرة اسمها خالص. بس برافو برضو، كويس انك فاكرة في المانيال. كمال سليمان. يا سلام. اطول مرة زعل فيها منك كانت مدة قد ايه وزعل ليه؟ اطول فترة زعلنا فيها. انا زعلت فيها منك. زعلت فيها؟ مفيش. لا والله بزعل. مفيش اطول فترة. لا يعني انا احنا طب انت عمرك انا اطول زعلتها. فترة في الخطوبة بس انت زعلت مثلا منها زعلنا شوية مع بعض. ممكن في الخطوبة زعلنا شوية. انا زعلتها مش هي زعلتني. لكن انا نفسي ما يعني، هي طبعا مش بتعمل حاجة يعني تخليني ازعل شفتي؟ فترات. شفتي انا كيوت ازاي؟ بالظبط. بس انا عموما بحاول اعدي الزعل بسرعه وهي برضو بتعمل طب ده. ايه السر؟ يعني ايه السر؟ يعني ايه النصيحه اللي تدوها للناس
او اللي متجوزين جداد او اللي بقالهم 5 6 سنين وبيشتكوا شويه من الروتين، بيشتكوا شويه من الملل، يشتكوا شويه من زن العيال الولاد ومن ضغوطات الحياه، تنصحوهم بايه؟ لانه يعني في ناس كتير يقول لك يعني الحياه وردي كده، اكيد الحياه مش وردي برضه طبعا. لا 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 كله، طبعا اكيد في خلاف واختلاف طبعا طبعا طبعا. صح؟ بس الصبر ده اول حاجه، يعني بقول دايما اصبر، حتى بقول لما انا بحب النفس الطويل، يبقى الواحد نفسه قوي، نفسه طويل، طويل نفسه قوي. طويل قوي، يعني انك لو عايز حاجه مش عاجباك وحابب تغيرها اصبر، خلي في صح عندك صبر، الحاجات ما بتتغيرش في يوم وليله وما بتتغيرش في شهور، في حاجات ممكن تاخد سنين صح عشان توصل للنقطه اللي انت عايزها. حب واخلص طول الوقت، خلي عندك اخلاص في العلاقه طول الوقت، واعرف ان اهم حاجه في الحياه هو عيلتك. عيلتك دي صحيح اهم شيء، من بعدها رتب، يعني دايما بقول من بعد العيله اقدر ارتب اي حاجه، لكن العيله هي تبقى رقم واحد في الحياه. صحيح صحيح. ده رايي. نصيحة محمد سريعة، صبورة قوي. وانتي؟ انا صبورة بس مش زي هو محمد، اكتر يعني محمد صبره اكتر مني بصراحة. انا بحس ان اكتر حاجة انه الاحتواء، ان هما يكونوا بيحتووا بعض في كل الحالات، ان هما يعدوا لبعض، مش لازم نقف على كل حاجة وممكن صحيح نعدي، لان الحياة فيها حاجات اكبر بكتير من احنا ممكن يكون في مشكلة ما بيننا، لو قعدنا اتكلمنا واحتوينا بعض هتتحل. واوقات بنقف على تفاهات والله، يعني بعد وقت بنشوف ايه التفاهه عندنا اللي اللي هو كنا ازاي واقفين. عدينا الكبير ومش معدين ده. بمناسبه الصبر، محمد صبور مثلا من اول جواز انا ما بعملش فطار. تفطريهوش ليه كده؟ ليه؟ عندي مشاكل في الفطار، بعمل غدا كويس بس فطار خلاص صعب. اتغدى على طول بقى، مش لازم تفطر، يعني هيعمل صيام متقطع لحد ما صبور، هو يكمل صبور صومه. لحد دلوقتي، يعني هو نفسه بيقول لي. ربنا يسعدكم يا مي، الله يخليك. ربنا ثانك يسعدكم يو. يا مهران، الله يخليك. ودايما نشوفكم متألقين انتي في الإخراج إن شاء الله، إن شاء الله. ونفرح قريب بحاجات حلوة انتي بتعمليها، إن شاء الله. وانت كمان يا محمد نستمتع بيك دايما، شكرا جدا. نورتونا وشرفتونا. بجد شكرا ليكي. والله. بشكركم بشكركم شكرا اتبسطنا قوي. جزيلا، اتبسطنا دايما قوي. كده تشعوا طاقة إيجابية وحب. أشكركم شكرا شكرا قوي. جزيلا، وكل سنة وانتم طيبين. وانتي طيبة. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.